صراحة أقرأ قراءة أخرى، أنا لست أدري ماذا يطبخ وراء هذا القرار اللا قانوني على كل حال. هذا التمديد ماهوش قانوني أصلا ولا تنص عليه القوانين. أنا نعرف كاين لجنة الطعون، هذا الذي أعرفه. أنا التمديد هذا تمديد بعد حتى دفع الملفات، هذا أمر أنا شخصيا ولا ما فهمتوش. ماذا يطبخ من وراء هذا القرار لست أدري صراحة. أنا ما فهمتش. ننتظر هذا الخمس أيام. احنا تمنينا، أنا كنت من الذين طالبوا من اليوم الأول، نهار أعلن زويزف استقالته، كنت من الذين طالبوا بتطبيق القانون 22309. قانون واضح، القانون واضح انه حتى لجنة الترشيحات غير قانونية طبقا للقانون الجديد اللي فاتت عليه 6 أشهر، اللي اعطتها الاجال اللي اعطتها الوزارة للفيدراليات باش تتكيف مع القانون الجديد. ما تكيفوش مع القانون الجديد، والمهلة انتهت يوم 22 مارس، معناتها انها اصبحت الامور غير قانونية، معناها لجنة الترشيحات غير قانونية. كنا نقوم باستطاعتنا اننا نذهب الى أنا نضيعوا في الوقت ونديروا في التمديدات، كنا قادرين نروحوا في مدة شهر، روحوا يستدعي طبقا المادة 17 مكرر. النائب العام للفيدرالية مخول قانونا أنه يستدعي الجمعية العامة الاستثنائية ويعاد انتخاب لجنة الترشيحات وتتكيف القوانين مع القوانين الجديدة، ونخدم طبقا للقانون 22309 اللي يحدد شروط الانتخابات. كنا نربع شهرين او 3 أشهر وكنا ننتهي من كل هذه الاشكالات، لانه التكييف مع قوانين فيفا وقانون القانون الجمهوري يسمح للفئات الاخرى خارج الاطار خارج الجمعيه انهم يستطيعون ان يترشحوا. اليوم ذيق الوقت، قضيت 15 شهر شح في الترشيحات، وزيد 57 باش توجد انت 51 اطار جامعي في الجمعيه العامه. هذا من المستحيلات السبعه.